السلام عليكم. هذا النهار هذا فيديو سبيسيال، ما فيه لا طرز لا تريكو لا حتى شي حاجه. انا بغيت غير نقدم لكم نفسي اولا، وثانيا بعض المشتريات شريتها من واحد المحل يلاه اكتشفته انا ما كنتش عارفه، غير بنت اختي الله يجازيها بخير هي شافته كيبيع اونلاين، صافي دير كيبيع بالانترنيت، ما كاينش عنده محل اللي نقدروا نمشيو ليه. اذا وكيبيع هاد اللوازم اللي كنستعملوا. انا ديما كنقول لكم الصوفا ما كايناش، الصوفا ما كايناش، وهاد المواد اللي كنستعملوها في الاشغال اليدويه بحال الطرز تريكو وكروشي ما كنلقاهمش. ولا كتلقى شي محل، حنا بحال دابا انا طلعت سله، انا ساكنه في سله وطلعت للسوق كيعيط روح السوق صالحين اللي فيه التواب وديكشي، كاين محل واحد اللي كيبيع داك داكشي اللي كيديروا به التنبات. شنو كيبيعوا في الصوفا؟ كيبيعوا الكوردون الكروشيات، كاينين داك الكروشيات ديال الحديد الصغار. اذا ما كاينش عندنا مشكله الا بغيتي تشري هاد اللوازم. المهم انايا هاد النهار انا حيت يلاه اكتشفت هاد المحل وفرحانه حيت لقيته وبغيت نقولوا لكم. المهم غادي نهضروا عليه من بعد. اولا نهضر على نفسي انايا، انا دابا اللي كندير هذا الشيء. بزاف تيجوني تاع الاخوات كيسولوا على شي حوايج اللي انا يا ماشي في المستطاع ديالي باش نجاوبهم، ولكن كنحاول دائما، انا غنحاول لان الهدف هو المساعده بيناتنا، كنحاول باش نجاوبهم على داك الشيء اللي كيقولوا. المهم شكون هي نور؟ نور انايا، النور هي نور الذهبي، هي انايا الذهبي توريا، ماشي نور، ما سميتيش نور، سميتي توريا. وزايده في كازا، كبرت انا، كبرت وتولدت وكبرت في كازا وقريت في كازا. انا قريت في البريمير في موسى بن نصير اللي تعرفوا كازا، وقريت الكوليج في خناتة بنت بكار، وقريت الليسي في ليسي الخنساء. فوقاش انا قبضت الباك؟ انا قبضت الباك في 77، معنيتها قديمة جدا. ملي كان الباك باك كيخرج في الجورنال، ماشي الباك بحال دابا. دونك كانوا كيخرجوا النتائج ديالنا في الجورنال، ماشي باش كتشوف راسك واش نجحتي ولا ما نجحتيش. من بعد ما قبضت الباك جيت للرباط، جيت للرباط فين جيت للمعهد الحسن الثاني للزراعه، قريت انايا تمايا. المهم فينالمون تخرجت، لانني انا ضيعت واحد العام ومشيت لمكناس، واحد المدرسه في الاحياء كاينه في مكناس ديال المهندسين، قريت فيها وتخرجت في 82 مهندسه تطبيقيه ديال الفلاحه، مهندسه تطبيق الفلاحه في ليلفاج، سبيسياليتي ايلفاج. اللي كيعرفوا ديك المدرسه راه يعرفوني علاش كنهضر. ومن بعد ديك المدرسه مشيت خدمت في وزاره الفلاحه مده 10 سنين تقريبا. ملي خدمت هذيك العشر سنين من بعد عييت من الخدمه ومن الروتين ديالها، دوزت الكونكور ومشيت لانسيتي، رجعت للمعهد الحسن الثاني للزراعه ودرت تخصص اقتصاد فلاحي باش كملت مهندسه الدوله في اقتصاد فلاحي. وعاود رجعت كملت في 93، قبضت الشهاده في 93 ورجعت للخدمه ديالي، وخدمت شي مده شي ما عرفتش من 93 حتى شي 3 سنين ولا 4 سنين في الاداره اللي كنت خدامه فيها. ومن بعد جيت للمدرسه الغابويه للمهندسين، بقيت كنقري فيها، بقيت كنقري فيها حتى جات في 2005 جات هذيك الامكانيه ديال الناس اللي بغاو ياخذوا التقاعد التطوعي، ديبار فولونتير، داك لا روتريت فولونتير. دونك وصافي وجلست في 2005. دونك 2005 ولكن هذه سنه بلي صافي جاني التقاعد، صافي تقاعد لي ني التقاعد ديال السن ديالي ديال 60 سنه. اذا فوالا كيفاش انا كنخدم هذا الشيء، كيفاش كنعرف انا لهاد التريكو ولا الطرز ولا هذا الشيء كيفاش كنديرو. هذه ملي كنت انا خدامه وانا الهوايه ديالي والعشق ديالي، فوقاش نسالي من الخدمه ونبقى ندير هذا الشيء. اذا وانا كيفاش تعلمت ليه؟ بحال الطرز انا يا خالتي الله يذكرها بخير، كان عندها ساكنه في المحمديه، وكانوا عندهم كيديروا حتى محل صغير، حانوت صغير، وتيجيو ليه البنات. لان يعني خالتي كانت تعرف الطرز وكتعرف هاد الطرز الماكينه والطرز هذا، وكانت كتعلم البنات، لان مسكينه كانت عمي توفى وبقات هي بقاو عندها الوليدات، دونك كانت حل هذا المحل وكتعلم فيه البنات. فاش مشيت انا في العطله الصيفيه مشيت لعندها، وكنت كنجلس مع البنات كنتعلم مع دوك البنات اللي كيتعلموا اصلا، كنجلس قدامهم وكنتعلم وكندير كما راني كنوري الاخوات اللي متبعين معايا في الطرز.
هادوك هكا كتمشي بوحده بوحده وحده حتى كتولي كتعرف الطراز. المهم الانسان خصو يصبر. تريكو بالنسبه للتريكو، تريكو انا الوالده ديالي الله يرحمها كانت تعرف تخدم التريكو، ولكن انا ما كنتش كنشوفها كتخدم. انا كنا حنا بزاف، حنايا بعدا حنايا عائله ديال شحال عندنا، عندي 7 الاخوات و3 الاخوان، عندي 3 الاولاد وحنايا بينا 7 البنات. انا جيت في الوسط، ما جيتش لا كبيره لا صغيره، جيت في الوسط. دونك عائله كبيره، دونك المهم ما كانش عندها الوقت باش تبقى تخدم، ولكن انا كنت عارفها كتخدم. مره مره كنت كنشوفها كتخدم، وواحد النهار لقيت غير هذوك ديال البشكليطه، عرفتي دوك اللي كيكونوا في الرويضه ديال البشكليطه، دوك الحديده الطايحين، هزيتهم. واحد طريف الصوفا كان قديم عند امي، هزيتهم بقيت كنخربق به، غير كنلوي وندير ونخربق غير بوحدي. شافتني امي وهي تقول لي لا ماشي هكاك، اجي نوريك. وراتني كيفاش كدير العيون، كيفاش كتركب العيون، وكيفاش كدير المسرح. وهذاك الكروشي ما وراه ليا حتى شي واحد، بوحدي من هذوك الكتوبه بقيت كندير، تعلمت ليه. اذا شي حوايج اللي فريمون فريمون، انا كل مره كل مره في المغرب لو كان بغات النصيحه ديالي تعلم لهاد الاعمال اليدويه. راه ما كاينش شي حاجه اللي كتريح الاعصاب قد الاعمال اليدويه. عرفتي فاش كتقد واخا يكون عندك مشكل قد الجبل، شتي فاش كتكوني تخدمي في التريكو راه كلشي كيتلاح، المخ ديالك كيبقى ما سبحان الله كيبقى يركز على داكشي اللي كديري، بحال كترمي الهموم ديالك، راه في واحد الراحه نفسيه زعما عظيمه. انا عايز داكشي يمكن كنبغيهم لان كيريحوا لي اعصابي بزاف. المهم انا فاش كنت كنقرا في مكناس، مكناس فيها البرد بزاف، انا امي ما كانتش كتشري لي منين كبرت، انا امي ما بقاتش كتشري لي التريكويات. اي تريكو تشهيتو كنشوفو في شي وتمنيتو كنطلبها تشري لي غير الصوفا، كتشري لي الصوفا، ولا كانوا كيعطيونا لابوخس. حنا كانوا كيعطيونا لابوخس، ملي كنشد لابوخس ديالي كنمشي وكنشري داك الصوفا، كان كتباع، كانت واحد الموجه ديك الساعات العيالات كيخدمو كانت الصوفا موجوده، كنمشي كنشري الصوفا وكنخدم التريكويات. زعما كنت مشبعه راسي تريكويات بالالوان وبالاشكال والزواقه اللي خرجت، زعما كنت كن باش هذا زوين بالنسبه للبنات. دابا ملي كتشوف شي تريكو عجبها وما عندهاش الاستطاعه باش تشري، يمكن لها تصاوبو، تصاوبو بيدها. هذا كانت واحد الحاجه اللي كانت زوينه. جوج دوسا انا كنحاول نشرح لان بحكم انني قريت، اذا شي شويه اللي كيقري راه كيكون فيه التكرار وكتكون فيه الهضره بزاف. دونك انا على داك الشيء كتلقى لي فيديو ديالي راه قليله فيها، اللي قليله راه فيها 12 دقيقه الفوق، ما عنديش انا اقل من 12 دقيقه الا ديال بنتي الصغيورين هذوك اللي ذكريات. بعدا بالنسبه انا بنتي راه ما عندهاش عامين، بنتي راه انا كاتبه باللي ذكريات. هذوك الكاميرا كانت عندنا وعندي هذوك مقاطع مني، هذوك انا كنبغي نشاركهم باش 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 القناه ماشي ممله غير طرز تريكو داكشي فيها شي حاجه حتى هي ابتي سوري غير ضحك هكا ابتسامه. المهم على داكشي انا يا درت هذا. مرات العيالات كيهضروا على الغربه، الغربه حتى انا يا جربتها، لان انا راجلي فاش مشى يدير الدكتوراه في ميريكان انا كنت درت لا ميزون ديسپونيبيليتي، واحد ميزون ديسپونيبيليتي هي كتسمح في الخدمه ديالك. المهم ما كيضربوش عليك بانك استقليتي، ولكن ما كتبقاش تخلص. مشيت على واحد المده ديال شي عامين ولا عامين وشي حاجه، ومشينا مش كان كيقرا كيدير الدكتوراه ديالو في امريكا، ومشيت معاه وبقيت تمايا، بقينا عامين ما جيتش للدار. اذا فاش كنشوف الاخوات كيهضروا مساكن، واصلا انا فاش كيهضروا على الغربه راني حسيت بهم، لان انا كنت كنبقى نبكي ملي كنتوحش دارنا وديك الشيء. وعاد انا راني كنت خدامه تمايا، كنت خدامه وسكيفي زعما ما عندكش الوقت بزاف، ولكن الوقت اللي كتجي تستراح فيه كتحس بداك الحنين ديال داركو. وفي الاخر انا فاش قربت في الاخر ديك بقات واحد 6 شهور باش تكمل ديك العامين، ما بقيتش كنحمل نسمع الانجليزيه، وليت كنشتاق نسمع اللغه ديالي الاصل، اللغه العربيه، كنبغي اللي يهضر بالعربيه. شتي حتى الفرنسي ولات كتبان لي بحال اللغه ديالي وهي ماشي ديالي، حيت تمايا غير لونغلي ما كيعرفوش، كيعرفوا لونغلي، وليت يعرف شي لغه اخرى كيعرف الصبليونيه. سكيفي انا صافي في الاخر كرهت نسمع غير الانجليزيه، التلفازه في الدار مع الناس وديك الشيء ما بالسيف عليك كتعلمها، ولكن صافي طلعت لي في الراس، وليت كنبغي نسمع العربيه. ما تنسمع شي تونسي ولا شي جزائري ولا شي مصري جا تما وكيهضر بالعربيه، راه بحال جبا ولا خويا ولا اختي، زعما واحد الاحساس بسكينه. انا كنحس بالعيالات الغربه، وكما قلت لهم
بعدا على الاقل دابا هما راه عندهم هذا الانترنيت وهادشي، راهم كيقدروا يشوفوا الاحباب ديالهم باغ انترنيت. ما حنا انا فاش كنت ديك الساعه راه والو والو. هضروا على هذاك السيد اللي قلت لكم انا بنت اختي لقاته، وهي قالت لي راه كاينه خالتي واحد السيد، راه واحد لو سيت كيبيع في انترنيت كيبيع الصوف. انا غادي نقول لكم سميتو هاد لو سيت، سميتو دابا نخلي لكم في الاخر في التحت ديال في صندوق الوصف غادي نخلي لكم السميه ولا ليان ديالو باش تدخلوا الفيسبوك اللي بغاو. ها ماشي ضروري اللي بغات. ها هو شنو سميتو، سميتو كازا سوين ستور. سوين هي الخياطه وستور محل في كازا. هو ما عندوش محل للبيع، هو قال لك كيبيع اونلاين. فوالا شنو لقيت عنده، لقيت عنده هادي بلاتي هادي شي شويه. فوالا عندو هاد الصوفه هادي، عرفتي هادي كيديروها، هادي كيديروها فدوك العيالات اللي تينجو البطانيات ولا كينجو يمكن الزرابي ولا شي حاجه زوينه. عرفتي انا لقيت، انا مازال ما خدمتش بها، عمرني ما استعملتها. هادي كيبيعوها بالشب، كتعرفوا شنو هو الشب؟ هو داك الصوفه ما كتكونش مروليه بحال هكا، غير هكا غير بحال كبيره الشب يمكن الطعمه كاعيد. هادي شحال باعها؟ هادي 75 درهم للكيلو، انا شريت كيلو 75 درهم للكيلو. كتسمعوا وعندو هاد البتات هادو باش كنطرزو. شوف كيفاش غندير انا كشي. شتو هاد البتات اللي قلت لكم ديال الديمسي راه كيبيعهم، انا ما شريتهمش، هادو كانوا عندي دونك، ولكن هو راه عنده ما عرفتش واش كيبيعهم يمكن ب7 دراهم الوحده. وعندو هاد الصوفه، هاد الصوفه هادي هادي هانتوما شوف راها زوينه. هادي راه غير الصوفه العاديه، راه عنده فولي، عنده فولي كدير شي 2400 الكيلو، هادي كدير 100 درهم الكيلو. هاد الصوفه هادي هو انا كنت قلت له ديرها لي على جوج، وقال لي راه شويه غليظه، الا بغيتي نديرها لك غير على واحد. وفعلا عنده الحق، راه غليظه شي شويه، نقدر نخدم بها بالكروشي، والا بغيت على جوج غنجبد الراس الدخلاني. دونك سميتو قلت لكم هاد الصوفه هادي، هاد الصوفه هادي راه شوف راه صافرا غليظه ما بيهاش. دونك دارها لي على واحد، ويلا بغيت نخدم غنجبد من الداخل راس ثاني الا بغيت نضوبلها. هذه مزيانه. لقيت عنده هذا الكروشي، هذا النيميرو 10 كيبيعو ب 30 درهم، خديتو ب 30 درهم. وعنده هادو انا غنوريكم هذا الكروشي، هذا النيميرو، خديت هذا النيميرو 7 زوين بالحديد هكا صفر مذهب ب 12 درهم. هذا خديتو يمكن 12 درهم، ما بقيتش عاقله مزيان، ولكن جو بونس 12 درهم. سميتو شنو خديت عنده، كيبيع هاد الفيليلات. دابا ملي كتشوفوا في هذاك ديال الانترنيت العيالات كيصاوبوا هاد الشيء ديما كيكونوا عندهم هاد الفيليلات، انا حنا ما عندناش، حنا ما عندناش، هو راه جايبهم يمكن من تركيا ولا شفتو. ها هما هادو باش كتعلموا بحال دابا هكا كتخدمي، كتكوني كتخدمي باش تعلمي البلاصه منين درتي زياده ولا منين بديتي، كتعلميها بهاد الفيليلات. هادو شريت عندو انايا يمكن كيبيع درهم لواحد، 10 ب 10 دراهم يمكن دريهم لواحد. هادو زوينين راه كيبيعوهم حتى في داك الي اكسبريس، انا ما شريتهمش في الي، تبقاي عاد تسناي شهرين ولا ما عرفت شنو غادي يجيوك. وعندو هاد لي باري، هانتوما شتو هاد لي باري، هادو انا عندي لي باري الحديد، ولكن هاد لي باري الميكا زوينين حتى هما. هادو تيبيع يمكن لا ما عقلت 5 ب 7 دراهم ولا الامان ما عقلش. تدخلوا لو سيت، انا غادي ندير لكم، راه عنده اون باج فيسبوك، واللي بغات تدخل تشوف اشنو عنده. واللي كان محمقني انا وما كاينش في المغرب هو هاد الطخافيلو، هذا عرفتو شنو هو هذا، هذا بحال داك سوفيتمات، سوفيتمات مقطعين وملولبين هكا، سميتو طخافيلو ولا تي شيرت يارن ولا شنو سميتو وحده شي سميه اخرى. المهم شتي كي داير، هذا كتخدم به بحال داك السليلات، انا غادي نوريكم بحال اش السليلات. انا هذا، انا هادي مثلا، هادي انا غادي نوريها لكم، شفتوهم هذا بحال هادي دابا شفتوها، ما عرفتش كيفاش باش تبان لكم، ولا لا بحال ما شفتي هاد السليلات هادو كنلقاوهم في ايكيا وداكشي كيتباع. انا هادي مصاوباها ب شنو سميتو يا ربي، كيصاوبو بيه المكرمي، الخيط تاع المكرمي اللي عندنا كيتباع شي شويه واقف، ولكن هاد الطرافيلو رطب هو باش كيديرو بيه النصارى كيجي زوين. كيما قلت لكم هذاك مصاوبه انا بهذا الخيط المكرمي،
شفتوه ها كيفاش داير، شفتو كيفاش دايره عندنا بحال هادوك. انا مصاوباهم بالصوفه بحال دابا هادي، راني دايراها بالصوفه بجوج، مازال ما كملتها باش كتحيد هاد الخيوط وهادشي، مصاوباها بالخيط على جوج تلوان، بجوج تلوان مخلطاهم ومصاوباها. ولا هادي شي بصفه كتجي شويه مرخيه بهاد التخافيلو، شوف كي كتجي، كتجي زوينه، كتجي قبطه راسها قاصحه زوينه، كتجي داك السليلات كيديروا في الحمام، كدير فيهم بحال هكا، تحط فيهم لي كلي ولا دير فيهم بزاف د الحوايج. دابا فوالا، دابا انا هاد السيد شنو عطاني، انا ما نحلفش على هادي، صيفطها مع داك الشيء اللي دكومونديت فوالا. نو خصني نجي هكا، نو خصني نجي هكا فوالا. صيفط هاد جوج الخيوط، هاد جوج الخيوط مع هذا كادو. بون انا حتى شديت السلعه ديالي عاد قلت له راه يمكن نهضر، واش يمكن لي نهضر عليك ف ها هما شتي هادو، هما لي باري، صيفط هاد لي باري. هادو كادو ماشي حيت قلت، حيت كنعرفني انا غنهضر عليه في القناه، لا غير حيت تقديت من عنده. وهاد وهاد الخيط صيفط، عطاني هاد الخيط وهاد لي باري وشكرا، انا تنشكرو. المهم ها هو يا البنات، بالنسبه اللي باغيه تعلم واللي باغيه هذا، راه هاد لو سيت انا غادي نديرو، ملي غندير لا فيديو غادي نحط لكم في صندوق الوصف لو ليان ديالو فين تاخذوا السلعه. انا كومونديت مثلا عنده الحد في الليل، كنت باقي فايقه وكومونديت في الحد في الليل، نهار الاربعاء جاتني السلعه. هو كان قال لي هذا وانا قلت له لا راه غير 48 تاغ نورمالمون، قال لي واخا، المهم دار بالزربه وصيفط لي، لان انا كومونديت عنده هاد الصوفه هادي العاديه باللوان، وكومونديت هادي وهاد الطخافيلو. بحق ما قلت لكمش هاد الثمن، الثمن ديال هاد الطخافيلو يمكن 97 درهم، 7 لا واش 97 ولا 99، والله الا سمحوا لي تدخلوا لهذا هاد الطخافيلو الا بغيتوا تشوفوا شنو هو، راه زوين تيخدموا به بزاف النصرانيات، تيخدموا هاد الاعمال اليدويه اكثر منها. هادي قلت لكم 75 درهم للكيلو، هادي 100 درهم للكيلو، هادي 100 درهم للكيلو. وسميتو وراه عنده الصوفة اللي كتجي من تركيا ديال الكبات العاديه زوينه، ثمن الحانوت ولا قل من الحانوت، لان انا كنت كنشريها ديك ريمبو وبونبون، هادو 8 دراهم عنده، 8 دراهم الكبه، كاينه ديال 11 درهم، كاينه ديال 28 درهم، عنده الانواع ديال الصوفة. غادي تدخلوا، غادي تبرعوا الا كنتو بحالي حمقين على هادشي، غادي يعجبكم الحال. فوالا، كنتمنى هاد الفيديو تكون عرفت عرفتكم عليا انا شكون. انا المهم انا اسره متواضعه، ما فاش كبرت ماشي شي اسره لاباس عليها الحمد لله. الانسان غير بقرايته وديك الشيء، انا يا الزوج ديالي تلاقيتو في المدرسه فين قريت في معهد الحسن الثاني، تما فين تلاقيت عرفت عليه وتلاقيتو جوجنا. المهم هادي دابا من 82، من 83 وحنا مزوجين الحمد لله. والانسان بشويه بشويه كتغير الحياه ديالو. وبغيت نقول للبنات بان القرايه راه توصلك، اللي ضروري يديوها في قرايتهم وديك الشيء ان شاء الله، واللي مكتب له ربي شي حاجه غادي يوصلها ان شاء الله. المهم كنتمنى الاخوات اللي متبعيني في القناه مرحبا بهم، الف مرحبا لكل وحده بحرا دخلت بلا ما تخلي لا تعليق لا والو، راني كنشوفهم ملي كيتزادوا عدد المشتركين وما كتلقاي لا تعليق لا والو، مرحبا بهم والف مرحبا. وداك الاخوات اللي كيخليوا لي تعليقات جميله ورائعه، شكرا شكرا لكم بزاف. وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، لان كنتمنى كل شيء اللي داخل القناه بهدف تعلم شي حاجه تعلم، يا ربي تخرج بشي فائده. واللي عندها شي مشكله ولا شي حاجه، واللي سولتني على شي حاجه ما قديتش عليها تعذرني، راه ماشي ما كنبغيش، لانني انا ما قدرتش. السيده قلت لكم سولتني عاد هذا الصباح لقيت كومونتير دوك واحد الاخوات عندها جوج تويميات، وقالت لي عافاك ديري الرشمه ديال الكوزه الثمانيه، شي حاجه اللي انا ما كنعرفهاش، لان انا قلت لكم طرز تعلمت وانا عندي شي 13 14 عام كنعرف ليه، ولهذا ديك المعارف ديالي انا كنوصلها، ديك الشيء اللي كنعرف كنوصله درجه بدرجه كما تعلمت انا باش يتعلموا معايا البنات. ولكن هكا السميات وهذا الشيء دابا، هاد الموجه اللي دايره دابا، انا ما عندي بها حتى شي داخل على ديكشي، انا كنعتذر منها الا هي، يا قلت لها الا عندها شي تصويره ديال هذيك نقدر نشوفها ونطبقها،
اما باش غير السميات راني ما كنعرفش هاد السميات اللي تيقولوا دابا وهادشي، ما كنعرفش انا الكوزه وهادشي، نو ما كنعرفش اليوم. وشكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.